السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضل لك بس عندي سؤال. سأل. أنا عندي لواقف يا شيخ، أنا عملت حمامات في البيت. أمولي وش أمولي ظهرك مقبل، ففي من بعض المشايخ قالت لي لا يجوز هذا حرام. قال في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل ولا تقدس. صح دي؟ نعم، لكن المسألة لها فقه. أخوكم يقول إنه بنى حمامات لقضاء الحاجة البول أو الغائط في البيت، وبناها مستدبرة القبلة أو مستقبلاها. مظبوط. مستدبرة القبلة أو مستدبراها. مظبوط. فهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. ببول أو غائط. تمام. لكن العلماء قالوا إن البنيان يستثنى، إنما ذلك في الفضاء، لحديث ابن عمر رقيت بيت حفصة أم المؤمنين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، فجمع العلماء بينهما أن هذا الاستقبال والاستدبار إذا كان في البنيان لا بأس به، أما إذا كان في الفضاء فلا يجوز. لا في البنيان هو يا شيخ. اصبر أتكمل يا أخي لا تقاطع. أقول قال بعض أهل العلم إن ذلك في البنيان جائز وفي الفضاء لا يجوز، إلا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي أيوب الأنصاري تمسك بالأصل وكان يتقي ذلك في البنيان وغير البنيان، ويقول فجئنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلا القبلة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله. فإذا سألت عن رأي الجمهور قالوا بالجواز في البنيان، إذا أردت الاحتياط وأنت تصمم من الأصل فلا تصممها كذلك. شكراً.